دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعا روسيا إلى عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية وحل النزاع مع أوكرانيا. كان لافروف قد أجرى محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حذر فيها الأخير من مغبة التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، وذكر نظيره الروسي بأن القرم أوكراني. أنا فخور بما فعلته إدارة زيلينسكي دفاعا عن سيادة بلدها وأمنه. لقد كررت لوزير الخارجية لافروف أن القرم ملك لأوكرانيا، وأن حل النزاع في شرق أوكرانيا يبدأ بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية مينسك.